شيخنا، لعلك تابعت أيضا في التصريحات لبعض الدول، وإن كنا لا نحب الدخول في السياسة ولكن نتحدث بشكل عام، نرى أنها بدلا من أن تندد بالتصعيد الإسرائيلي وبانتهاكات المسجد الأقصى، نراهم بالعكس ينددون بالمقاومة وبما فعله أهل فلسطين في الحفاظ على مقدساتهم وعلى أعراضهم كذلك. فكيف تعلق على هذا الأمر شيخ خالد؟ هذه حقيقة من المفارقات العجيبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج منهم، أن أناسا يثبطون كانوا منبطحين بأنفسهم ويحاولون تخذيل المؤمنين، لم يكفهم أن يسكتوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، نعم، في لفظ فليسكت. هؤلاء لم يكتفوا بالسكوت والانبطاح، بل إنهم تكلموا على إخواننا المقاومين الأبطال، أولئك الذين علموا العالم كله ما معنى البسالة والبطولة والبحث عن الحرية، عن حب الوطن حقا، أنهم بدمائهم وأموالهم قاوموا وجاهدوا وبذلوا الغالية والنفيس لأجل استرداد أرضهم. ولذلك أقول لهؤلاء: كفاكم، يكفيكم أن تسكتوا على أقل تقدير وأن لا تتكلموا، وإلا فهو الأصل من الواجب عليكم أن تعينوا إخوانكم بأنفسكم أو بأموالكم أو بالدعاء، أو على أقل تقدير أن تتفوه بشيء يكون عونا لأخيك وسندا لأولئك المقاومين، وأيضا يكون دافعا وحافزا لأولئك المقاومين الذين قدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. جزاك الله ويجب خيرا على شيخ. الكل أن يتكلم، وأن على أقل تقدير أن يحفز أو يذكر إخوانه ومن حوله بقيمة هذه المقدسات.